يا صديقي انا جايك واحد كوم باكو نظن انه بعد عام صعيب اللي مر به المنتخب الوطني ونتائج سلبيه اللي حققها في تصفيات مونديال 2018، نظن انه 2017 راح تكون سنه وين اون اني دو راشاب بالنسبه للمنتخب الوطني، اون اني لي بور ريبارتير ا زيرو. كاين ان نوفو ستاف تكنيك، طاقم فني جديد، كاين تغييرات على مستوى التعداد. انا نظن انه اليوم المشروع عاود يعني بدا من ضرب جديد. ناخذوا ان شاء الله مربوح ان شاء الله.